كل يوم ايه على كل مناسبه البيت بيصير بيلبس زي جديد آه. عيد الميلاد زي على على باك زي بيختلف كليا كليا جديد وبحب المفاجآت يعني بفوت هيك بيقول لي شو عامله آه كريستيان بحبهم هالكبار وانتبه كمان بحب اقول شغله انه كريستيان كثير آه مزوق بلبسه بديكور بيتنا بكل القصص يعني بتكل كثير عليه لان عنده هاي النظره اللي كثير بحبها. طيب نحن اليوم نحكي بالزواج العلاقة برضو الحميمية نعمت معلي خلينا نطرح السؤال مجرئ فاكسيني بتاخد طابع آخر مع الوقت مع النضج يعني بتخف بتقل ما بعرف بتتعسر مع الوقت مع العمر مع مسؤوليات الحياة ولاد كبروا وتزوجوا يعني هذا الموضوع أنا استنظرت كل الأسئلة تنطرح هذا الموضوع ويني ماريات لا لا نيمت نيمناها لهيك ما بحب نسمعها هالقصص والأولاد صغار لازم يناموا ما لازم نسمعها هالأشياء مفهوم الحياة كلها لا أنه بتختلف مع الوقت مع مفهوم العمر. الحياة كله 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 الباكتش كله بنت 17 سنة نعمت غير بنت هلأ ما بقول قدي عمري مش لأنه ما بحب بس رفقاتي بعيتوا علي كل مرة بتكبرينا معي معهم حق لازم تعرف لا ما بدي أعرف أنا كمان ما بقى لا ولا أتفتح دمي وأتفتح دمي هني رقمين ها انتبه لا النضوج بيلحق كل المراحل ولما بتوصلي بالعلاقة الحميمية للنضوج بيكون إلى نكهتها نكهتها مختلفة عن النكهة الأولانية ما رح نغوص أكتر لأنه طرقت هلا بقلنا أنه موضوع انت شو تركي دكتور رائد علي ما تعطي لهم دكتور دكتور رائد عم يسمع أكتر إذا مني. عم نسألي إذا متأججة إيه؟ كيف لوني هي أوبا 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 هاي هي الله يا كريستيان شوفي يعني مين ليكي بشرفك انت بتشعلي ولا هو راغدة لا بدي شو مين بشعل الثاني أكثر خلينا نطفي الضوء ولا نحكي لا جد مين بشعل الثاني أكثر ما في شيء ما في إنه قصة مين بشعل أكثر مثل ما قلت لك يعني هي الانسجام عم يضحك دكتور عم يحشو الانسجام بمدعى كل شيء نحن ما استنظرنا بس نحن انا يعني ما استنظرنا ما نحن بنحكي بكل المحاور ما صار لهالدرجه انا حكيت مع معد البرنامج ما طرح لي هالموضوع هاي ارتجال شوفي نحن حياتنا مثل ما قلت لك نعمل نحن عم نمرق هلا عن جد عم نمرق بشهر عسل جديد بحياتنا حياتنا تغيرت ننتقل لشيء ثاني عرقت من كل تذكرت عرقت تذكرت مش عارف لا راغدة عم بحكي جد حياتنا تغيرت من كل النواحي طيب رح نروح لأسئلة سريعة بدي اياكم تجيبوا اثنيناتكم بذات الوقت على اختيارات جاهزين؟